بعد ما كسبت دولة في مباراة نصكم ما تستعبط، صوتك يا خسران يا حلو. بقول لك ايه تستعبط كريم؟ انا مرعوب. انا الكومبلي ما عاش ولا كان اللي لعب كروم اخويا وهشام يعني برضو في الشارع اخويا مش كده مش انت اخويا برضو هشام حبيبي الهند فري كنت تلعب قرنيب يلا انا هرجع ورا بقى واسيبكم تستمتعوا بالماتش ولا لولا لولا ايه من برشلونة سد السلاعين مين مسخ بقى السؤال اللي بيقول يا ابني ذهب انت ايه مع طالع علام ولا ايه؟ ذهب ايه اللي بيطلع؟ انت دول يا انت ده انا بحسب ذهب يعني هاخد المركز الاول طلع ذهب في مكان انا ايه 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 ثاني يا عم بغلس يا عم لسه عم كلم الروتو بس انا شايف ان برشلونه حاطه يعني ما سمعتش صوتك يا كلب يا عم يا رب يا رب مستحيل مش عارف مصر شارك فيها مخلينا بس ما وقفتش الصحر يا رجال يا خسارة ايه ده يا كريم ممتازة ممتازة يا ابن مسروق يا بتعمل ايه يا نجم؟ انت بتعمل مش كتير يا كريم يا عم انا حابب اطلع الزمالك من الموضوع عشان الكهرباء بيأثر على الكهرباء كده طب انا العب يا انت جنش انا كده هي فشلت قبل بص يا كريم انت محمد طلع بصابة قول يا زلمة كتير مثلا تعرف لو كنت لعبت هشام او كريم اول ماتشين دول صوت سبعة اه طبعا يا بيبي طب الماتش الاخير عملت ايه؟ لا لا ده نوبز هتشوف نوبز نوبز ازاي ده عندك زد في الاس خالص زد كده بقول لك السيناوي هتبقى انا استاهل ضرب الجزمة خلاص لا في التجربية ايه يعني ما بقدر ما بلاش بقى هذا انت جات لك ازاي بتشوف رايح فين نفس الكلام ما فيهاش احبطه بقى مش عارف يعني مش عارف ايش نفسك واحد بيمسك نفسه على اخر لحظه كريم كريم مش قوي يا جماعه هيرقص لا فوق ماشي هو انا بنفسك مش قوي يا جماعه ما تبوكم بقى يا جماعة اسكت ده الكلاسيكو يا مين ده؟ اسكت انا هنزل باسم دلوقتي باسم باسم ما بيجيبش جون واحد بيجيب حلو تعالى رمضان رمضان صار رمضان دي الزول احمد توفيق انتوا محليين قوي ده بس حد يبان بقى عشان يضربك نزلت شيكو شمال مين؟ شلت شيكو على الشمال على الرول جبت لهم دي يا رب ايه ده كريم الشقاوة دي؟ ايه ده يا حمار؟ ايه عنده؟ زودتها قوي عم هجرب انت مش هتسكت يا حبيبي انت ايه؟ انت ليبرو ولا ايه؟ يعني بصراحة من احسن المدافعين اللي شفته صوت حلو برسول بقى والله انا زعلان كده يا رب با خلصنا ايه؟ مش
مشكلة. نايمك على المؤخرة المؤخرة في المستعجل. أنت عايز أن تأخذ منك أبو الدوري كمان خمسة أكتوبر أتمنى 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 خمسة أكتوبر ليه؟ أنت قايل لأني أمان أتمنى يا الله على التكليك. إيه ده؟ إيه ده؟ هو نام ليك إذا بياخد تاني ما بيجي بيشتغل. أنا مش مركز معك أنا أسمع ماتش يا حامي محتاج نشرب بعد الغداء. أنا نتسحر إيه دايما؟ أدي الغمضة دي ده؟ كهربت دي فجأة مني بس أنا حاسس إن كريم عارف التركيز هو ده اللي كسرني كل مرة. بص إيه العك اشتغل أهو. أنا شايف الشباب بتعمل حاجة غريبة. العك اشتغل كريم ممتع أوي ممتع ومقنع وغبي. برافو برافو برافو. بص والله بص أنا أريك فشل. إيه سلوك يا يعني يا مجنون أنت. والحكم بتاعك ده مجاملة كده. لو خد يا كيمو الفاول ده. اللي كان كان الكرة معاك. هو قال لك عشان تبعت. شقاوة. طب ونجيب مين تحت والله صح. انا بس يعني لا احنا بنعمل ايه؟ العب على السفارة يا كريم. يعني انا احنا بنعمل على السفارة. الله شو الله انا كائن دمار مكلم انا اتضايق. هو مين انت موقف نفسه ولا مين؟ مين يقول؟ ما بسيت يمكنني فتحة عن شكل تمام سخط كل مرة صحيح وكل مرة انا زعيم. شوف صايب شوف صايب كريم لما كريم لما يبقى في شك ما تبصش بيشوف غلط. بص كريم بيشوف غلط. لا لا بص على الحكم لو بس بيصعب انا على طول بس على ياخد وقت عشان ياخد انا كوني يا الله ايه هو ازاي تخسر ايه وكنت رايح حتى دايس ارتو ايه راجع صباعك صح ايه ده الدنيا زحمه ليه كده الدنيا زحمه اختبرني كلمه حلوه حلوه اوه الراقصه والطبله عليك ايه احلى حاجه قلت كائن انا بنسيتش لا خلاص انت في نال يا سكر يقول لي هو كان ده مسكتش اللي خلاص خلصت انا جايب الكوره ساعتين كده كان انا بركز 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 انا اذبح يا زكا يا ادرك ده مش كاس ياخد الطرد من الحياه انا بقول لك اصبر ولا في امل لعبت بالصبابه خدت بالي خدت بالي من نص حته خبابه ممكن تقول شوف انت انت بتاع الصبابه خلاص قول لي ده بس يا كلب بس يا باب اسكت عشان بتشائم منك انت بالذات صبر انا رايي انا رايح الحوار بتاع الرابع ده بقى ده الوقت الرابع النهارده هنتسحر عشان بكره صيام يوم عرفه ان شاء الله. انت تسالهم دلوقتي مش هرد عليك لسه مش هرد عليا ليه؟ تعالى الدوله بقى تعالى بس اتفقنا ان خلاص لو مش هنعمل الحكايه بتاعت السحور دي مفيش ثالث ورابع مصر. مش عامل يعني مش هلعب واسطه. طب ما في ايه؟ ما انا هلعب واسطه لا ثلاثه ورابع عادي الدوله لو ثالث ورابع لو مش هلعب واسطه انا هقول لك اهو هقول لك بص والقصه اللي قلت ثالث ورابع ورابع ثالث مش هلعب غير كلمه واحده سيف ذا تيبل Save the tables! Save the tables!
save the tables. Save the tables. بقول لك ايه؟ اقول لك انا على حاجه بس. عايز تلعب ماتش ثالث ورابع؟ فكك اسمع رد على قد السؤال. مش هخيف قال لي على الفن دي بقى. الرابع تعالى بالكلام يا كيف تعالى بقى انا بتعب من الرابع خلاص انا بتعب الرابع خلاص تعالى التالت والتالت استنى اهي بمسحها اهي انت مش هنعرف تاني دور انا مش ممكن نعرف انا مش موافق لو الرابع هيحصل لاحمد قال عليه الرابع يجيب صحور للثلاثه الاولانيين الوقت يجيب صحور للثلاثه الاولانيين وما يجيبش لنفسه يعني مش يا كلب قاعد حتى ما ينفعش الروح الفاينل بنتي بنتي وانتي والبنات قاعدين محترمين وساكتين صحيح بكيني بس محترمين وساكتين وانتي الحلوة يعني اللي فيه اللي بترقصي